الزمالك رأي حضرتك فيهم ايه؟ نتكلم على كل المحترفين؟ لا طبعا انا باخد واحده واحده. يعني ما حدش يشدك، ما حدش يعني ما ينفعش جايب كم محترفين بوضع احتياطي. حضرتك بتتكلم على الاهلي والزمالك مع بعض. لا يعني جزء الزمالك لعيبه كتيره جت وثلاثه حتى جم في الانتقالات اللي كان عليهم مشكله ما بيلعبوش. صح. يبقى في حاجه غلط، في حاجه غلط في الانتقال. الاهلي نفس الكلام برضو، عنده ناس بتلعب طبعا، في الي ديانج وعلى علي معلول ده من الاول يعني بيأدوا بشكل جيد، ولكن الصفقات الجديده مثلا سافيو مش موجود خالص، والراجل مش مقتنع بيه او عمل مشكله معاه. هو لعيب كويس كابتن اصلا، بس مش بالرقم اللي جاي بيه دوت، وفي منه كتير في مصر، يعني في منه كتير في الاهلي، في منه كتير في مصر. اللي انت ليه يعني، هل تابعته كويس؟ هل اختيار اللعيب المحترف لازم على اسس اللي انا اتابعه كويس جدا على الاقل دور كامل، يعني احط عيني على لعيب وبتابعه، لكن ما يجيش واحد يجيب لي لعيب وعن طريق الفيديو بتاعه اتعاقد معاه. ده اللي بيحصل في الانديه، وللاسف الانديه الكبيره ما ينفعش. يمكن الانديه الصغيره ممكن تجيب لعيبه من الفيديو بتاع برقم قليل، هاته يا طلع كويس يا وحش، لكن لما اجي ادفع ارقام كبيره مبالغ غير عاديه، يمكن في تسريبات كتيره جدا للعقود بتاعت اللعيبه اللي بتطلع الايام دي، لو دي حقيقه تبقى كارثه بالارقام ديت. سافيو برضو في النادي الاهلي اكيد جايب رقم. سافيو تديله كام يا كابتن انت؟ اديله كام في السنه؟ في السنه معرفش، بس انت من وجهه نظرك يعني يسوى كام؟ لا مش هجيبه عندي خالص اصلا، يعني انا مشيت حمد حمدي، مشيت ناصر ماهر، الناس دي نفس الشكل وبل تفوق يعني في رايي. يعني ناصر ماهر بنشوفه مع فيوتشر، وانا ضربت ناصر لعيب كويس جدا جدا ولعيب صانع لعب، ويعني حاجه جميله جدا. ليه اجيب واحد اقل منه وادفع رقم كبير؟ نفس الكلام في كل في الزمالك والاهلي، يمكن هم الارقام الكبيره. الزمالك في لعيبه جايه برضو انا بارقام يعني كبيره جدا وما شفناهاش، يعني ميكسوني مش اسمه كسوني، ميكسوني وبرستاو ده في الاهلي بقى، مش فاكر اسمه اللي هو الافريقي الموجود، ما بيقعد احتياطي ما بيلعبش، بينزلوا اخر 10 دقائق ربع ساعه، فصعب جدا يعني اجيب الارقام بالارقام دي وناس ما بيعملوش فرق عندي. بدليل انت خرجت، انت جايب دي عشان افريقيا، يعني اللعيبه دي جايه عشان البطولات، افريقيا تروح كاس العالم للانديه، ده الهدف بتاعك. وطبعا والدوري البطولات المحليه، ولكن بالشكل دوت بتخرج، يعني الزمالك خرج بشكل مهين من بدري، بيخسر في ملعبه. يمكن الزمالك بيمر بظروف صعبه اداريه ممكن تكون بتعكس منعكس عليهم في الملعب ده بشكل كبير. يعني الاهلي مباراته سهله امام الهلال؟ مباراه صعبه، يعني الهلال اتغير كتير، يعني الهلال جاب محترفين كويسين جدا بتأدي معاه بشكل كويس، يعني غير ثلاث ارباع الفرقه. يقدر يعمل مباراه كبيره امام مع النادي الاهلي هنا؟ بص الفرصه جت للاهلي مش هيسيبها، مش هيسيبها.